السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، المسجد الأقصى المبارك عامر بالمسلمين، ما شاء الله، حفظ الله الأقصى، حفظ الله أقصانا شامخا عظيما كريما. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا إن شاء الله. أسأل الله العلي العظيم أن يبقى هذا الصرح العظيم عظيما كريما عاليا شامخا برواده الأطهار الشرفاء. اللهم زد وبارك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساءكم أقصوي ومقدسي النفحات والنسمات، مساء الأقصى والمصرى. هذا المساء جميل، بعد قليل سيرفع أذان المغرب من هنا من هذه الساحات الطاهرة المباركة. أبقى مع هذه المشاهد لرواد المسجد الأقصى المبارك التي تثلج الصدور. الحمد لله على نعمة الأقصى، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله، صحن قبة الصخرة المشرفة، ما شاء الله. نعم، هذه هي أرض جنة الله، هذه الجنة، هذه القطعة التي امتلأت برواد المسجد الأقصى الأطهار الشرفاء الكرماء الذين أتوا من كل حوب وصوب، أتوا من كل حدب وصوب، أتوا ما شاء الله عليهم من جميع الاتجاهات، من جميع النواحي والاتجاهات، أتوا إلى المسجد العظيم تلبية لنداء الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. لبيك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، صلى عليك الله يا عالم الهدى، صلى عليك الله يا عالم الهدى، مهبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك. الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيا على الفلاح. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة. بعث الله المقام المحمود الذي وعدته الجنة. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا. اللهم آمين آمين.